صباح الخير عليكم. هذه 8/4 اول مره ندير دا اول مره ندير شي فيديو مصحومتي دونك هذه 8/4 ان شاء الله راه حنا ماشيين لسات يام جيسبر ما نوصلوش معطلين. حنا ديجا اون روتار اللي ما كيعرفناش انا وديع هذه غيتا اوني لي باداديس. حنا كنديروا تور دو موند تور دو مارك فوالا لا ديستيناسيون هاد النهار ان شاء الله مكناس. نمشيو نشوفوها نتراو ونساريوكم. صويرنا لمدينة نفاس كان لازم وضروري يتبعوا زيارة لجيراننا في مدينة مكناس العاصمة الإسماعيلية. توجهنا في الصباح الباكر لمحطة سي تي ام اللي اختاريناه كوسيلة للوصول لها. ثمن التذكرة هو 30 درهم للشخص. يمكن لكم أيضا تمشيوا لها في تاكسي كبير أو القطار اللي كيدير فقط 35 دقيقة للوصول. حنا باستخدام سي تي ام اللي كيمشي على الطريق السيار درنا ساعة ديال الطريق، لكن مع ذلك كنفضلوه كثيرا حيت كيوفر راحة وهدوء كبيرين لعشاق الاسترخاء أو النوم في السفر بحالي. من بعد ما قطعنا مسافة 64 كيلومتر وصلنا أخيرا لمدينة مكناس. جلسنا لتناول وجبة الفطور في أول مقهى لقيناه أمامنا من بعد ما نزلنا من الحافلة، وخدينا كافي كريم ودي بتي بان 40 درهم. يلا جينا تخلصنا من لي فاليز ديالنا عطيناهم اوتيل زكي كنتحركوا في خاطرنا ندورو مزيان في المدينة. أول ديستيناسيون أول وجهة كانت هي سهريج السواني، معلمة تاريخية عظيمة واللي تبنات نهاية القرن 17 في عهد السلطان مولاي إسماعيل، والهدف من بنائه كان هو تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب إذ أن المنبع ديالو طبيعي. في نفس المكان أي سهريج السواني لقينا صحاب الكوتشي وقررنا نزيد نكتشف تاريخ المدينة بطريقة تقليدية وكذلك من أجل تشجيع السياحة بهذه المدينة. السيد سائق العرب روى لنا قصص أخرى عن سهريج السواني واللي بحسب الرواية المولى إسماعيل وقع بغرام بنت الملك لويس كاتورز وبغى بشدة أنه يتزوجها، لكن هي كانت محبة كبيرة للسباحة ومدينة مكناس اللي كان عايش فيها ما فيهاش البحر، إذن أمرهم ببناء سهريج سواني من أجلها. لكن مع ذلك الأب ديال الأميرة اللي هو لويس كاتورز ما قبلش هاد الزواج. حدا سهريج سواني دائما كاين متحف اللي ينصح كثيرا بزيارته، لكن لقيناه ساد مع الأسف مع هاد الظروف الحالية. كملنا إذن في اتجاه القصبة المكان المخصص لاستقبال العبيد، ثم تابعنا طريقنا بجوار القصر الملكي وصولا لضريح مولاي إسماعيل واللي مدفون فيه المولى إسماعيل اللي تكلمنا عليه، واحد من سلاطين المغرب تابع لسلالة العلويين واللي في عهده عرفت الدولة العلوية ازدهار كبير. تعرف أيضا بتعدد حريمه وزوجاته وأولاده أيضا اللي تعدوا الألف. انتقلنا من بعد أيضا لرؤية سجن قارة، أحد أخطر وأكبر السجون القديمة على الإطلاق واللي بناه أيضا المولى إسماعيل تحت الأرض، وقال أن أي شخص قدر يهرب منه فهو طليق لأنه كان متأكد أن الهروب منه مستحيل. مساحة السجن مجهولة إلى حد الساعة، روايات تقول أنه بحجم مدينة مكناس وأخرى تقول أنه يمتد إلى مدينة مراكش. جميع الأشخاص اللي حاولوا الدخول إليه واستكشافه لم يخرجوا منه أبدا لأنه بمت
كتابة متاهة حقيقية، ولا يوجد له أبواب ولا نوافذ، فقط بعض الفتوحات اللي كانت تستعمل من أجل رمي الطعام للمساجين. كملنا من بعد في اتجاه ساحة للعودة وصولا الباب المنصور واللي أسسه أيضا المولى إسماعيل، وكي تعتبر تحفة فنية وأحد أضخم وأجبل الأبواب في العالم بفضل زخرافته الجميلة جدا ونوقه الجد المتميزة. أمام تقع ساحة الهديم واللي كتعتبر من أبرز الأماكن السياحية في مدينة مكناس، بحيث أنها صارت فضاء شعبي للفرجة والترفيه باستعمال الحلقة كطريقة شعبية لمشاهدة أجمل العروض المختلفة. يمكن لكم هذه اللحظة يتبقوا لاستكشاف المدينة القديمة اللي كتبدأ من ساحة الهديم، أو الرجوع مع مول كوتشي لسهريج السواني، أو المكان اللي هزكم منه. ثمن الجولة اللي درنا هو 100 درهم واللي كان جد رائعة، واكتشفنا فيها أسرار وعظمة تاريخ مدينة مكناس. غير بعيد على الساحة وبالضبط أمام محطة التاكسيات الكبار، كاين واحد من أشهر أصحاب الوجبات واللي سميته العشير. خدينا عنده تاكوس بولي اللي كان ب 28 درهم، وباستيتشو ميكست اللي كانت ب 30 درهم، واللي كانوا لذيذين جدا. من بعد ما تناولنا وجبة الغداء قررنا نديرو جولة قصيرة في المدينة القديمة لمكناس واللي دخلنا لها من ساحة الهديم. المدينة العتيقة تشبه بكثير مدينة فاس القديمة ومراكش أيضا، بدروبها وأزقتها الضيقة، رياضاتها الأصيلة العتيقة، النقوش في أبوابها، وزخرفتها المغربية الأصيلة. للمبيت في مدينة مكناس اختارينا أوتيل الزاكي اللي هو من أقدم الفنادق في المدينة وأكبرها. خدينا شامبر اللي كان فيها قاع الضروريات، من حمام جد كبير، سرير مريح جدا، ومكان للجلوس وأخذ قسط من الراحة. الفندق كان كبير وجميل وغالب عليه طابع التقليدي الكلاسيكي الأصيل. واجهة المدينة هي أيضا جميلة وفيها العديد من المقاهي والمحلات التجارية أيضا. المساحات الخضراء كذلك موجودة أمام محكمة الاستئناف مثلا، والحديقة لممارسة الرياضة أمام ماكدونالد، بحيث أن مكناس تتوفر على نشاط فلاحي مميز وتعتبر من أحسن مناطق المغرب إنتاجا للمحاصيل الزراعية خاصة الزيتون. من الأماكن اللي يمكن لكم تزوروها في نواحي مدينة مكناس كاين ضريح مولاي إدريس واللي يمكن لكم تاخدو باش توصلوا ليه تاكسي كبير من أمام محل السويكيكي اللي كاين في حمرية، ومن ثم يمكن لكم أيضا تمشي وتشوفوا الآثار الرومانية في مدينة وليلي التاريخية. من مكناس العاصمة الإسماعيلية كنودعوكم إذن، وكنعطيوكم موعد للتعرف على مدينة إفران سويسرا المغرب. بغيت نقول لكم انني في مكناس كنت عشت واحد العام، عام كامل كنت عشت هنايا، كنت قريت في هذا الكوليج هذه، كنت نسيت سميتها حتى وليت رجعت لنا عاد فكرت. مولاي يوسف تاهيل ليا ياك، جايبنا شي شحال من كيلومتر باش نشوفوا فين قريت. وي قريت هنايا سيدنا في 2008. نجحتي والله الا نجحت. المهم قريت هنايا عام، الا كان شي واحد قرا معايا في 2008 يبان في لي كومونتير ولا في انستغرام صافي بليزير. 2007 2008 قلتي 2007 2007 2008 صافي، سنة دراسية 2007 2008.